دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، واللي فيها ماتش مهم للاهلي مع طلائع الجيش في الجوله الـ22 المؤجله من الدوري المصري. خلونا نشوف التقرير في اخبار تانيه هنشوفها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وزارة الأوقاف أكدت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة. النهاردة تنطلق دعوة وزارة الأوقاف للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة في جميع مساجد مصر، ودي الدعوة اللي أيدها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بيان رسمي وأكد على فوائدها ومشروعيتها. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية مؤجلة من الجولة 22 من الدوري المصري، هيلتقي فيها الأهلي مع طلائع الجيش الساعة 8 بالليل.